استشهد ثلاثة مدنيين وأصيب عشرات آخرون بانفجار سيارة مفخخة ظهر اليوم قرب أحد المساجد في مدينة إدلب، حيث سارعت فرق الدفاع المدني إلى إخماد الحرائق وانتشال المتضررين. قاعدين بالمركز بالدفاع المدني، سمعنا صوت انفجار ضخم ضربه من الفصل اللي بتفاجئنا بانفجار مجهول امام جامع شعيب، في عدد اصابات. هذا وتعرضت مناطق عده في ريف المدينه لغارات من قبل طيران النظام، ما ادى لوقوع اصابات من المدنيين ودمار في المباني. ولمزيد من التفاصيل ينضم الينا من ادلب مراسلنا محمد الدغيمه. محمد، ما المعلومات لديك حول الانفجار اليوم أمام أحد مساجد مدينة إدلب؟ نعم، اليوم تم تفجير عدة أبواب مادية كانت مزروعة داخل سيارات، ثلاث أبواب ووجد أمام ناس بالقرب من إحدى الحاويات الزبالة بالقرب من مسجد شعيب في مدينة إدلب، والذي يعني يسع لحوالي ما يقارب 2000 مصلي. بعد خروج المصلين من صلاة الجمعة اليوم في هذا المسجد تم تفجير عبوتين ناسفين، ما ادى الى استشهاد 3 اشخاص وجرح اكثر من 30 شخص اخرين. بالاضافه الى اليوم تعرضت عده قرى وبلدات في محافظه إدلب لقصف بالطيران الحربي والمروحي، حيث تعرضت مدينه تفرومه اليوم للقصف بالطيران المروحي. يعني تم رمي عده براميل على هذه البلده، ما ادى الى استشهاد طفل وجرح اشخاص اخرين. كما تعرضت مدينه خان شيخون اليوم للقصف بالقنابل العنقوديه عبر طيران الحرب، ما ادى الى اصابه 6 اشخاص، 3 اشخاص منهم اصابات خطره. هذا وتعرضت بلده سرمين ايضا وبلده معاترم في ريف إدلب الشرقي لغارات الطيران الحرب دون ورود أنباء عن إصابات. نعم، من إدلب مراسلنا حسن الدغيم، شكرا جزيلا لك.